في فقرتنا وموضوعنا الرياضي اليوم نتحدث عن تمارين عضلات البطن، يمكن كثير تناولناها باكثر من انواع تمارين، ولكن مهم جدا نركز عليها لانه تحديدا في الان في اعمار الشباب يمكن اذا شدينا عضلات البطن ما بنوصل لمرحله ما يسمى الكرش او صحيح. وكمان للسيدات اللي هم يمكن بيخوضوا مرحله حمل وولاده بحاجه كمان لشد منطقه البطن، رح نتعرف على كل هاي التمارين مع الكوتش مجدي الرابي. يسعد صباحك. يسعد صباحك آلاء، يسعد صباحك علاء، ويسعد صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. اليوم الموضوع كثير حلو وكثير مهم، وكثير في شوية مفاهيم لازم نحكيهم للناس نوضح لهم إياهم، يكونوا عارفين بالضبط إيش موضوع الكرش وإيش موضوع عضلات البطن اللي هلأ رح نحكي عليها بزيادة. أهم إشي دائما الناس اللي بشوفوا عندهم كرش ما يكونوا مفكرين إذا أنا بعمل عندي تمارين لا البطن أنا فعليا رح أزيل هذا الكرش، لأنه هذا هو بالأساس إيش دهون. الدهون هاي اللي موجودة ما بتروح فقط من التمارين اللي احنا بنسويها، هاي بتروح من ثلاث شغلات. اول شغلة اللي هي اللي نحكي عليها تمارين الكارديو الهوائية، اللي انا قديش دائما بعمل تمارين بحس حالي عم بلاهت فيها، هاي اللي بتحرق الدهون. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية موضوع الاكل، انا شو باكل، شو بدخل على جسمي، شو بشوف عندي نتيجة بمنطقة البطن اللي انا فيها. اذا انا بدخل دهون حشوف مباشرة عندي الكرش عماله بيطلع. النقطة الثالثة اللي هي بتيجي لاحقا اللي هي موضوع التمارين اللي هلا رح نحكي عليها. يعني كثير ناس من اليوم رايحين على النادي ببلشوا بتمارين معدة، بيعملوا لهم 200 تمرين معدة على اساس انه يخفف عندهم الكرش. هذا المفهوم جدا خطأ. انا بروح في البداية بركز على تمارين الكارديو الهوائية، النطنطة، البسكليت، المشي، الركض، وبعدين بتوجه للأكل الصحي، وبعدها النقطة الثالثة اللي هي تمارين بالضبط تمارين عضلات البطن. فاليوم خلينا نبلش مع الناس شوي شوي نحكي لهم ايش بالضبط يعملوا لحتى يتخلصوا من منطقة الكرش اللي عند مشكلة عند الجميع. زي ما حكيتي آلاء برضو عند الـ يعني عند الحوامل لما يضعفوا بصير عندهم صار ترهل بهاي المنطقة. في جزء منه بيكون الجلد، جزء منه من العضلات اللي احنا لازم نشدها. وكمان الناس اللي بتخسر وزن مجدي، يعني بتخسر وزن كبير بصير عندها ترهل تحديدا في هاي المنطقة وما بتقدرش تعود او ترجع يعني كيف كانت 100%، خاصة الناس اللي بيخسر وزن بشكل سريع. يعني احنا بنلاقي ناس جايين عاملين عندهم دايت بنزل 20 كيلو بشهر، بيكون دايت قاسي جدا، فمنلاقي مباشره عندهم الترهلات صارت لانهم ما بلشوا الموضوع بسيستم واحد. فاحنا عشان هيك جايين نقول للناس انه الموضوع بده نحسبه على اللونج تيرم ونبلش فيه شوي شوي. هلا رح نعمل عندنا شويه تمارين لهدول الناس. أوكي. للناس اللي زي ما حكينا عملوا تمارين الكارديو عم باكلوا صحي وبلشوا بعدين يتوجهوا لممارسه تمارين عضلات البطن اللي رح نحكي فيها هلا. اول شيء دائما عندنا بدنا نركز انه يكون دائما في عندي عمليه الاحماء. عملية الإحماء عندي اللي هي عمالنا احنا بنحرك الدم بجسمنا ونبلش نلاهت. كيف ممكن اعملها؟ ممكن اعمل عندي رن، ممكن اعمل عندي جامبينج جاكس، ممكن اعمل عندي تمارين الجامبينج لانج، اي تمارين عندي بتحرك عندي عضلات بتحرك عندي الدم في جسمي وبتحمل جسمي شوي شوي. بنخلص هذا التمارين رح نعمل عنا اليوم كمان تمرين للمعدة، بدنا الكل يركزوا عليهم ويحاولوا يعملوهم، واي حدا بيقدر يسويه بالبيت بيقدر يسويه بأي مكان بالجيم وين ما بدكم. هنبلش عنا رح نستعين عنا فيه زي مات صغيرة الكل موجودة عندهم في البيت، هي أو أي إشي تاني نقدر بكل سهولة إنه نعمله. بدنا ننام على ظهرنا بهاي الوضعية. رح أبلش عندي شوي شوي أطلع في بساطة 1 2 3 4 5 6 7 8. التمرين اللي رح نعمله هلا في منه اكثر من مستوى. المستوى الاول رح يكون بهي الوضعيه 1 2 3 4 5 6 7. رح نعمله على الجهه الثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس التمرين رح نعمله عندنا على مستوى اعلى شوي، بمد رجلي بهي الوضعيه وبطلع 1 2 3 4 5 6 7 8. وبرضه بنعمل على الجهة الثانية 1 2 3 4 5 6 7. كمان مرة 8. نفس التمرين برضه بدي ارفع عندي المستوى شوي اللي هو الليفل الثالث، بعمله بهاي الوضعية بمد رجل 1 2 3 4 5 6
7 8 اوكي هذا عندنا اول تمرين. يعني كل شخص بيقدر يختار او تختار المستوى اللي بدهم اياه، اما على المستوى الاول او المستوى الثاني او المستوى الثالث. رح نعمل عندنا كمان تمرين بهاي الوضعيه اللي احنا موجودين فيها، رح نطلع 1 ننزل على الارض 2 3 4 5 6 7 8. برضو هذا التمرين بقدر اعمله عندي بمستوى اعلى. كيف بعمله بمستوى اعلى؟ بمد رجلي 1 2 3 4 5 6 7 كمان مرة 8 ونريح رجلينا. بعد كل تمرين نعدم، نحاول أنا نعمل شوية ستريتشنج لعضلات البطن. كيف نعملها؟ بس نسحب رجلينا بهاي الوضعية. أوكي، التمرين اللي بعده رح نركز فيه شوي على منطقة الجوانب من البطن. حامل رجلي بهاي الوضعية وأحاول أنا أطلع بالاتجاه المعاكس، يعني رجلي بأخذهم على الجهة اليسار وبطلع أنا للجهة اليمين. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي نعمل على الجهه الثانيه 1 2 3 4 5 6 7 كمان مره 8. اوكي وبعد التمرين نفس الوضعيه بنريح بهذا الطريقه. رح نعمل عندنا كمان تمرين، اخر تمرين رح يكون عندنا، رجلي رح يكونوا من هون ممدودين، بس حنعمل عندنا 1 2 1 هي 2 1 3 1 4. اهم شيء انه دائما امد رجلي على الاخر، ما اخلي فيه يعني مش هيك 6 اوكي لا بمدها كامل 1 7. كمان شغله ما بدي امدها لفوق، لا حمدها للامام 8 اوكي نفس التمرين ليفل اعلى 1 2 1 2 1 هي 3 1 هي 4 1 5 1 6 1 7 كمان مره 1 8. اوكي هاي التمارين اللي حكيناها هلا بدنا من الجميع كمان مره يركزوا معنا كيف نسويها بالطريقه الصح. اول شيء بدنا نركز تمارين الكارديو، نزيد عندنا تمارين الهوائيه بنسبه كثير عاليه عشان نحرق الدهون اللي موجوده حوالين البطن، هذا واحد. اثنين نركز على موضوع الاكل كثير، ما بدنا ندخل عندنا الدهون العاليه. اثنين ثلاثه بدنا نعمل هاي التمارين، نحاول نعملها تقريبا 3 ايام في الاسبوع، مدتها ما بتتجاوز الربع ساعه. يعني انا اذا بسوي هاي التمارين على 4 جولات مدتها ما بتتجاوز الربع ساعة، وإن شاء الله الكل رح يشوف نتائج حلوة إن شاء الله. إن شاء شكرا لك يا مجدي، يعطيك ألف عافية. ويعني بتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا من هاي التمارين، واللي إحنا بنقدر نكررها يعني أكثر من مرة بالأسبوع. صحيح 100%، بننصح إحنا يكون 3 أيام في الأسبوع، هذا جدا منيح. ويعني وإن شاء الله دائما نتمنى الصحة والسلامة للجميع. كل الشكر لك مجدي، سعد صباحك وبهالختام.